لحد ما مطالبنا تتنفذ ما احناش ماشيين. الوزاره وعدتنا ان احنا كل 3 شهور هنشوف تكلفه جديده، بقالنا سنتين شغالين في المنظومه ما فيش تكلفه جديده. الدقيق طبعا فاسد للغايه، ما هوش مظبوط الدقيق. عايزين نظام دوري وعقود بيننا وبين وزاره التموين، والدقيق نشتريه بفلوسنا، ما يديلناش الدقيق على الاجل عشان نعرف نشتري من اي مطحن بمزاجنا. عايزين حقوقنا اللي متاخره من 2008 و2010. يحرر المواطن اللي هو يجيب العيش بتاعه من اي مكان، ويجب عليه اللي هو يحررني اللي انا اجيب الدقيق بتاعي من اي مكان انا رقر، عشان اقدر اسوق السلعه بتاعتي، ما يربطنيش على مطحن معين اجيب منه دقيق سيء.